يا الله منك يا سلطان. خلص إمنا من سيرة ماهر، واحد تافه، انسى الموضوع وخلينا نحكي بشي حلو. معك حق. نعمل فتلة بالسيارة؟ أوكي، ليش لا؟ بس أنت أمنت لي المصاري ولا دبر حالي؟ لك لا، شو تدبري حالي؟ بس سيرة هذا الغليظ نسيني، يقطع عمره مرة مزبوط. تسلموا إيديك، عن جد شكرا. شو؟ نمشي؟ بس استناني دقيقتين رح فوت على الحمام واطلع. لو سمحت. عدولتي تعال نلعب برجيس. ما عندنا برجيس. طيب طاولة. وين عندنا طاولة؟ مستعين من الجيران. على هو بدك تروحي؟ شو مستعين من الجيران؟ هي بدك تروحي لأمس النور؟ شبك عدولتي رعبتني والله. شو رعبتك ما رعبتك؟ ما في اختلاط، ما في نوبة، بدك تديري بالك. لا بنروح لعند حدا ولا حدا بيجي لعندنا. طيب روح انت واستعيل منه. ولا انا بدي روح لعندهم، بكره بيعملوا لنا سر رايحين جايين رايحين جايين. طيب والله دق، خلي طول النهار وقاعدين لحالنا. ليش هيدي خليك عندك كل شيء، هي فواكه، هي بذر، هي كل شيء، استني طالبة بس. لقيتها. لا يا ماما. تعال اقول لك شغله. تعال عدولتي بدي لعبك شغله. شو بتلعبيني؟ دير ظهرك لقلك. تفضلي. هيك دير وشك. هلا انت بتحط ايدك هون. ماشي؟ وهي الثاني هون حطيتها بس ما تشوف. عرفت عرفت، هي لعبة صلح كنا نلعبها ونحن صغار. ايوه هي هي، برافو عليك شاطر. يلا جاهز؟ هي لا يلا دير. هي رجعت. زغلي ما في. أي لا ما هي ما هي تيش. يلا لا بخفف لك يا شوي. أخ ما في رحمة يا هي مظبوط. أي هدولك بس لا تضربني قوي. إيه لا لا تخافي حبيبة قلبي. هيك هيك الجليات مين بده يجليهم؟ الغسيلات مين بده يغسلهم؟ انا بجلي وانا بغسلهم. ايه وانا بسوي كل شيء بمسح الارض. والعشاء مين بده يحضره؟ انا بحضر العشاء. ايه روح شرف يلا حضر لي عشاء، جوعانه انا. لا حروح حضر العشاء. على حظي. طلقتها؟ طلقتها. بس زعلان مو هيك؟ لا لا مو قصد زعلان، بس اليوم تعبت كتير. الحق معك، بس طلال حتى لو كنت زعلان أنا ما رح أتضايق، يعني هي مرتك وأنت وياها عشرة عمر. مزبوط، عشرة العمر ما بتهون غير على ابن الحرام. يمكن اليوم قسيت عليها. روعة لا تفهميني غلط، عايدة طلعت من قلبي. طلال أنا قلت لك ما بنزل على درة مو لأني غيراني، بس الشغلة شغلة مبدأ وأنا هيك. هلأ المهم احكي لي شو صار معك اليوم؟ مثل ما قلت لك، جورج بيك كتير معجب بصوتي، حتى الملحن اللي معزمني على الغداء. مين هاد اللي عزمك؟ جورج بيك. أما شو مطعم يا طلال، بيطير العقل. إيمنا شو قال لي جورج بيك؟ إذا اجتهدت رح يصور لي الأغاني كليبات، ومن بكرة رح بلش شغل مع الملحن. مبروك. إيه بس أنت ليش هيك عم تقولها بلا نفس؟ ما عادي شو هلأ المهم ايمتى بدنا ننزل على الشام؟ مو مبين طلال، بس الشغلة جد، يعني احنا مضطرين نبقى. طيب روعة، انت حتبلشي تمرينات ومواعيد وشغل وتصوير وما بعرف شو، انا شو بدي اقعد اعمل؟ اذا بدك ارجع على الشام. شو هاد؟
اتركك لحالك هون؟ يعني شو بدي اقول لك؟ طلال مشان الله لا تروح لي فرحتي. طيب ليش هيك بتزعلي بسرعة؟ عم نتناقش. ما زعلت بس يعني ما بعرف شو بدي جاوبك. خلص خلص ما رح اتركك، رح اتمني معك هون. روعة، شو رأيك بهالمناسبة؟ مثل ما قلت لك نتجوز هون ونعمل شهر العسل. هون شهر عمل، بعدين طلال بدك تروح علي شهر العسل؟ شلون أنا مشغولة بدي اهتم بحبيبي ودير بالي عليه؟ نسي همول. مزبوط. طيب اسمع البرنامج اللي عملته. سمعيني. أولا رح ننزل على السوق أنا وياك نشتري تياب، وبدي اشتري أنا مكياج وبرفانات مشان الناس اللي بدنا نشوفهم. مثل ما بدك. ثانيا لازم اتصل بجودة بيك وخبره بكل شي صار معي، لأنه بتعرف يعني ما بتعرف شو ممكن يصير معنا، مشان هيك لازم نضل على تواصل معه. أنا برأيي خلص انتهى دوره. لا ما انتهى دوره، بالعكس أنا لازم ضل متواصلة معه، ومو بس معه، مع كتير ناس. هي اسمها علاقات، حتى أنت كفنان لازم يكون عندك علاقات، لأنه أنت من خلال هاي العلاقات ممكن ينفتح لك أبواب بحياتك ما بتحلم فيها. أوكي اتصلي فيه. لا خلينا نطلع على غرفنا وهلا أنا بحكي معه من غرفتي. طيب قاعدين شوي. معلش طلال أنا كتير تعبانة ولازم أرتاح، بكرة عندي شغل كتير كتير. طيب مثل ما بدك. والله يا حبيبتي ما بعرف، اسألي ماما. تفضل حبيبي، العشاء جاهز. تعشوا انتوا، أنا ماني حسنان. علاء كرمالي. صدقيني ماري نفس، خاصة لما سمعت هالخبر. لك شو صار له طلال؟ جن؟ جن؟ عايدة وحدة منيحة كتير، بس مشكلتها أنها طموحة وجدية شوي. طيب شو رح تعمل؟ ما بعرف، حكت معي على التليفون وهي عم تحكي معي بكيت. ما عاد فهمت علي شيء، خفت إلا تجي لهون، كنت أنت برات البيت فما حسنت. هو هلأ وينه؟ طلال ببيروت مع خيانة بشعة، بشعة كتير. دايما من عشيكي. أبو جعفر مو هون ما؟ لا هو شح ومتسطح تحت الكنباية. لك يخرب بيت قلبه، ما كنت جوا شفت ما في حدا؟ يعني إذا بده يكون هون بده يقعد معنا. هاد رقم تليفونه ولا صاحبنا؟ بري عليك. بس هو مو هون ها؟ بباريس. شو هالحكي؟ مطول هاد، ايمتى بده يرجع؟ 10-11 يوم معلي. الله أكبر، لسه بدنا نستنى 10-11 يوم؟ ولا يهمك معلم، طول بالك، يعني مرجوع ولا عنا وين بده يروح؟ الله بيعيننا.
بدك يقوم يجي حدا بيعرفك مثل طلال او غيره. يا ريت، بركي برتاح من العذاب اللي انا فيه. شو بك لك ايام؟ روقي، هانيت من بكره. ما عاد في بكره زهير، خلص ما عاد في بكره. انا بطلت بدي انسحب، ما عاد بدي، خلص. لك هذا الزلمه حرام اللي عم يساوي فيه، حرام. هذا البني ادم ما بيستاهل منا غير كل حب واحترام. عم تسمعني؟ يا سلام يا حياتي، اضربيني سمعيني في شعر. لك لتقول لي حبيتي؟ حبيته ايه حبيته، بس شو الفايدة إذا أنا أصلاً مالي قدراني أحافظ عليه؟ قصدك تطالعيني من المولد بلا حمص؟ لك حس بقى يا زهير، حس شوي. علاء رفيق كتير نادر بالنسبة لك، خلصنا بقى، حاجته حرام. على جستي والله ما تلعبي معي. لك وحياة الله ماني عم بلعب، وحياة الله ماني عم بلعب، بس حبيته، حبيته. شو أعمل؟ حبيته، مالي قدراني غشه أكتر من هيك. شو أعمل؟ انسي هي، انسي العواطف. ولا اقول لك، حبيه مثل ما بدك، البسي براسك، بس المهم نبقى على ما نحن عليه. واذا قلت لا؟ ذنبك على جنبك. شوفي، انا لا سمعتك ولا شفتك. روحي هلا فكري منيح وخبريني شو بصير معك. يلا لا تنسي شيك ولا تنسي بنتك. الله معك. عدولتي ما بدي خليك معي اليوم. لك ما بصير حبيبتي، ما بصير، الواجب بيقول اني روح شق عليه. اشتقت لها عدولتي. مينو هي؟ مينو هي ما هيك؟ ام ربيع. بتغاري؟ ايه بغار عدولتي، بغار. شو يعني؟ من ام ربيع بدها تغاري. وليش دخلك؟ مو مرتك يعني؟ ولا تنسقتها، صارت رفيقتي من زمان، يعني صارت كنها كني. عدولتي. عيون عدولتي، بدي اقول لك على شغله. قولي. القلب مفتوح والعقل مفتوح. عم تحكي جد؟ بشرفك عم تحكي جد؟ يا لطيف وينك؟ انا مشوار طويل، ما طويل، بروح هيك بشوفه ونشق عليه وبقول له خاطركم مع السلامه وبرجع لعندك. ايه بس عدولتي اذا بتاخر ولو هالقد ما بتعرف شو ممكن يصير. بتاخر شو بتاخر شو بتاخر ما بتاخر، حتى ولو كان عرق واعي رح برجع. عدولتي عيوني قلبتي ولا شي، خلص روح. يا شو جبناها انا هلا؟ ايه؟ ليك ليك. يا حبيبي كيفك ماما؟ ما حسيت عليكم وقت اجيتوا. ليش مو مدقر الباب من جوا؟ والله نسيت. لا تنسي تاني مرة، ما تنسي. ايه مو لهالدرجة. هلا لا يا ستي لهالدرجة، وبدي بالغ، انت عندي بالدنيا كلها، شو انا خايف البيت ينسرق؟ تعي بابا تعي. اوبا الله. طيب هلا ندى قولي لماما وين كنا؟ احنا انا وبابا على المدرسة. حبيتي اياه؟ كثير كثير. طيب هلا بنقدر نأرجي ماما شو جبنا؟ ايه. وهلا واقفين هيك لحتى نفاجئ مين؟ ماما.
ماما. ماما يا ستي هاي احلى شنطه لاحلى ندى بالعالم. شايف ما احلاها بتجنن ما. طيب وهي كمان بقى المريل الحلوه اللي بدها تلبسها ندوشه بالمدرسه وتكون هي اشطر طالبه بالصف. شكرا كتير. عفوا كتير يا عطر الندى. يا جد سبحان الذي خلقها. لك 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 عم تبتسم لي. يشهد الله علي لو عرفان انك حتولدي هاليومين ما كنت سافرت. الله يسلمك يا ابي، والله مبسوطت لك بهالمشوار خير الله. شو اشتهيت امي تكون معك. يعني لما كانت المجموعه كلها رجال كنت اخذتها. المهم غيرت جو ابو ربيع، وان شاء الله الله بيقدرك وبتاخذنا كلنا مو بس انا. ان شاء الله ان شاء الله. يا ابي شو بدنا نسمي البنت؟ يلي بدكم يا ابي. انا بصراحه حكيت مع عمي ابو عدنان على التليفون لحتى اساله. ومين اتصل؟ انت ولا هو؟ انا حكيت يا ابي. يا ابي يعني انت بتعرف عمي افضاله علينا كثير، وقلت لحالي مو حلوه ما خبره. ما طولت هن كلمتين. ما بيساير ام ربيع، انا عم بستفهم. انا سألته انه شو نسمي البنت، قال لي انتي سميها. قلت لحالي يعني نسميها على اسم امي زهرية. لا يا شو زهرية، لا اقولكن امي اسم تاني. شوفي يلي بدك. يلا لوين امي؟ لوين؟ على اوضتي امي مشان ابي ياخد راحته. لا لا والله ما بتقومي. يوه يا ابي خلاص عرفت. طيب وانت وين بدك تنام؟ ليش ما قلت لي؟ لا يا ابي ايه ما راح اقول لك. يا ابي والله يا ام ربيع بهلا دي تعرفت لك على الرجال سبحان الذي خلق وشو اخلاق وشو اكابر، بس الله هيك يكون بعونه مريض يا حرام. امين يا رب. يا ابي بشو مريض؟ العياذ بالله بهداك المرض اللي ما ينذكر اسمه. لا والمشكله انه مقطوع من الشجره. يا علي ان شاء الله. شو ام ربيع شايفك ما حسيتي بالزلمه؟ لا يو حسيت. شلون ما حسيت؟ الله يعافيك. ادعي لك شي دعوه على حالك لحتى نعرف انك حسيتي. حلوه ما حلوه؟ والله حلوه حلوه. كثير حلوه. اي مهم ابو ربيع اتفقنا ما نتركه لحاله بعد يوم، كل واحد منا بينام عنده ليله، واجب مو واجب ام ربيع. ايه الله يجزيكم الخير. ايه يا ابي لكان واجب. مشان هيك انا رايح روح نام عنده الليله. وليش انت اليوم؟ شو ام ربيع رخينا الحبل لحتشديه؟ لا يا ابي لا، هو سؤال يعني. لا تسألي يا ابي لا تسألي، انتو النسوان بس الواحد يمزح معكم بتشطوا بتمطوا. انكتوا وحكيناها. الله يجزيكم الخير، انا ما قصدت شيء. انا ماشي، بدك شيء يا ابي؟ هلا رايح يا ابي. كمان انت؟ لا استغفر الله يا ابي، بس قصدي نحط لك شيء لقمه تاكلها قبل ما تروح. باكل هنيك الجماعه عم يستنوني خاطركم. مع السلامه يا ابي. الله معك. يا مو شو بكي؟ يعني الله يجزيهم الخير. ما حكينا شيء امي، وانا ما قصدت شيء، بس يلي قهرني انه ما سال على اختك، كانه ما عنده بنت ثاني. خليني اوصلك لمحل بيت. لا خلص هون منيح، بخاف حدا من اهلي يشوفني. اوكي خلص معناته بنحكي. ماشي اوكي. باي باي. باي.
أنا الحمار اللي حبيته. رجاء خلني سامحك. لك الله يسامحك يا رجاء، لك الله يسامحك يا رجاء. أنا فايت أتحمم عدولتي. إن شاء الله حمام الأمل. إيه صحي سيد إجلي الجليات. أنا وقت الجليات أنت التاني. روحي روحي. إيه حبيبي، بس أنت ما بتحب تشوف الجلي مكوم صح؟ لك روحي روحي حبيبتي روحي هلأ. أنت شو بدك بهالشغلة؟ أنا مش اليوم. أنت ما وعدتني تعطيني خرجية كل أول شهر؟ خرجية؟ يا حبيبي شك شو لك فنان. ايه بس كل اول شهر يعني. ونحن يوم اللي تزوجنا كان اول يوم بالشهر مظبوط. لك ليش قعدتي يا حبيبي شك شو بتحس بيها؟ وانا كمان بس بقى ما يخرج شيء. بس 500 عدولتي؟ طيب وي 500 تاني خدي عيدي. ألف عدولتي وبدي عيد؟ هلا أنت قديش كنتي تاخدي من أبوكي؟ أبي ما معه مصاري لحتى يعطيني، بس الوحدة لما بتتجوز حبيبة وجوزة وسيد راسة هو اللي بيدللها. ذبحتيني. وش رسمي؟ وهيك بيصيروا 2000 كل شهر. ماشي عبدولتي. شو حبيبي تكون زعلت؟ لا ليش لازم؟ فكرت قومي بقى خلصين هلا تروحي تحممي. ماشي حق. يلا يلا قوم. ما تطول. ايه يلا ما تطول. أهلا وسهلا أنزل، أي خدمة؟ مين أنتي؟ أنا السكرتيرة الجديدة. وأنا شيرين سكرتيرة جودة بيك القديمة. أهلا وسهلا. جودة بيك موجود؟ جودة بيك بباريس وبكرة بيوصل. تعرفتي عليه؟ لسا ما شفته. بكرة بتتعرفي عليه منيح. Thank you.
سعاد؟ يا سعاد؟ لك شو بك يا طرشتي؟ سعاد؟ شو بك يا أبي؟ خير شو في؟ تعي يا أبي، خليني أتعكز عليك، بدنا نروح على المشوار. لوين يا أبي لوين؟ لك بلا علاك استعجلي. لك شو بك شفلتي؟ امشي يا أبي. استنى حتى يجي أخي معتز ليقوم يضربني. ولا شو لا يضربك؟ يا أبي هو قال لي إنه إذا بدي أروح معك لأي إذن بده يضربني. خلص يا أبي بروح معك، بس لا تخلي أخي معتز يضربني. روحي يا بنتي روحي. سعاد. نعم يا أبي. بالمؤسسة عم بيوزعوا سكر ورز، كنت حابب تروحي معي لحتى نصرفه. روحي يا أبي روحي. الله يرضى عليك. رجع التلفزيون، هات الجهاز من ايدك ويلا على اوضتكم اكتبوا وظائفكم. ما بدي. عم تجاهرني كمان، هات الجهاز. قلت لك ما بدي. وعم ترفع صوتك بوشي يا قليل الادب. ما لي قليل الادب. روحي على غرفتك انت الثانيه. طب انا شو دخلني؟ لجوا اعمل لك افياف. شو عم تعمل فيه؟ رولا رولا انا حبيتك عن جد. شوف ماهر، الحب مو حكي، الحب سلوك وافعال، وانا الصراحه كل ما بشوف سلوكك اللي بخوفني خاف منك اكثر ومبعد اكثر. مو بإيدي. طيب 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 قولي لي أنا شو عم بعمل؟ شو عم ساوي حتى انتبه على حالي؟ أنت فوق وأنا تحت، يعني المسافة بيناتنا لساتها كبيرة كتير. بخاف إذا قربت منك أكثر من هيك تكشفني قدام الناس أكثر من هيك وتذكرهم إني أنا الشرشوحة. لساتك زعلانة؟ بس هي الحقيقة. بس رح نسيك إياها. مو المهم أنا، المهم الناس.
بحياتك لخليهم يشوفوكي أميرة مثل ما أنت على الحقيقة. بس أنا بدي أفعل. روح لأمي معي. لوين؟ أمي معي عم تلبس. إيه روق روق طول بالك فرشت علينا العالم. روح لأرجوكي أمي ما رح تندمي. أكيد ما رح أندم. لو طلعنا لعنا على الفيلا ما كان احسن من الجاي لهون. المهم هدول 100,000 ليرة خديهم اشتري فيهم اللي بدك اياه، بس وعديني ما بتطلعي مع هذا اللي اسمه سلطان. قد هدول مرتين عرض علي سلطان بس مشان اجي معه لهون، انا ما قبلت، بس كرمالك رضيت. شفت قديش نرخيصة عندك؟ إيه بس أنا ما لقيت غيرهم بالدرج. وأنا رضيت، بس أوعك تفكر إنك رح تملكني بهدول، لأنك واحد مثلك مثل غيرك. لك أنت شو بدك؟ بس فهميني شو بدك؟ أنت من شو مصنوعة؟ من شو؟ أنت وحدة حقيرة. ايه انا حقيرة، مزبوط حقيرة. شو بدك بوحدة حقيرة مثلي؟ يمكن انا ما بعرف شو بدي، بس انا بعرف كلياتكم شو بدكم مني. يلا تفضل. لا رولا لا لا، انت مالك هيك. انا بعرف انك مالك هيك، انت عم تكذب علي بس مشان تضايقيني. انت كذاب كذاب، انت بعمرك ما حبيتني، انت من اول لحظه كنت عم تضحك علي لانك واحد ما بتعرف تحب. انا وعدتك اني رح اساويكي اميره، رح اساويكي اميره، بس وعديني لا بقى تطلعي معه. لا رولا لا لا، الله يخليك أرجوك، أنا بحبك ورح برهن لك صدري، بس لبقى نجي لهون مرة تانية. دشيها أمي، لا تعملي مثل هديك المرة. تقبر قلبي نامت هي وعم ترضع امي دشية هلا؟ لا استني شوي علي لحالها بتفيق. انا ماشي بدكم شيء؟ شو؟ لوين متيسر ابو ربيع؟ عن مرقص رايح اندفس عند الزلمه، شو كل ما بدي روح بدي اقدم لك تقرير. ليش صار دورك يا بي؟ ها نطت ام مستكي، ليش كم يوم صار لي عم اندفس هون؟ امبارح اندفست هون، اللي قبل منه اندفست هون، اجى دوري اليوم لحتى اروح اندفس هنيك. بعيد الشر عنك يا بي. ايه الله يقويك ويعطيك على هوانيتك يا ابو ربيع. ايه ها هيك الناس بتحكي. السلام عليكم يا ابي. يا ابي انت حتجيب لي تاخد كوسار بكره؟ يا ابي بكره. لا تطول. مع السلامه. مع السلامه.
أمي وين حاطة الحاف؟ خليني أفرش لها على الأرض. امبارح كل الليل كل ما تسرد عيني في نأزانة والله خذت تقلب عليها فطسها. لك يا حبيبتي يا روحي نامي بأوضتنا، أبوك يا عم يجي يوم وغط له يومين. لا دخيلة يقوم يعمل فيني مثل هديك المرة، أجا بنص الليل والله فلجني. هو خليه يجيب لي التخت وأنا بألف خير من الله. إن شاء الله أمي إن شاء الله بيجيبه. يعني فكري إذا ماله فاضي يعطيني المصاري أنا بروح بشتري، لا بيرحمه لا بيخلي رحمة الله تنزل. نايميها طب حتى إذا دشيت ما يصل له شيء. حاضر. وكل شوي وشوي قلبي لراسها. حفظتها أمي والله حفظتها عشان راسها ما يتشوه. وانتي من أهلا تقبريني. لك والله يا ابو خالد وقت اجيت لعندي متهوم جريمتين ما كانت حالتك هيك، مشان الله فضفض لي احكي لي. خليها لله يا ابو جعفر، حاسس بمصيبه بدها تطرب الدنيا فوق راسي. حسبنا الله ونعم الوكيل، لك كرمال الله فهمني. كرمال الاخوه ابو جعفر اعتقني ما رح احسن احكي. طيب اخي انا رايح اجيب فروج سكت جوعنا فيه. لا تحسب حسابي. لا إله إلا الله. مصاب حماسة يا أبو جعفر وما بتلاقي حالك إلا خلصت مني. أنا بعرف أني تقلت عليك بس المشكلة حاسس بزلزال بمصيبة، مصيبة بدها تطربق الدنيا كلها فوق راسي. زلزال؟ لك أخي أحكي بلكي بيطلع معنا شي نعمله. يلا عن إذنك أنا رايح مد بدني شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كل مصايب الدنيا نزلت على رأس المسكين. كتير يا بابا. وأنا مصدقك كتير يا عطر الندى. يا فيك شيء؟ بالعكس حبيبي أنا مبسوطة كتير. إن شاء الله يا رب تضلي مبسوطة كل عمرك. من شو؟ من كل شيء عم بيصير بحياتي. يعني هي انت رضيانة مرتاحة؟ أنا شو بدي أحسن من هيك؟ بس كانك متضايقة من شيء. هي شغلة واحدة بس اللي مضايقتني. شو هي؟ لك ما عاد كتبت. رح أكتب، رح أكتب مسلسل ما كتبته بحياتي.